بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد العمراوي، مدرس امراض القلب جامعه اسكندريه. هكلم معاكم نبذه صغيره كده عن امراض الشرايين التاجيه. الناس الكبار في السن، المدخنين، الذكور، مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى الدهون، الكوليسترول، الناس اللي عندها تاريخ وراثي عائلي لأمراض الشرايين، دول أكثر ناس عرضة للإصابة بأمراض الشرايين التاجية. ودايما الوقاية خير من العلاج، يعني قبل ما تحصل أي أعراض للشرايين التاجية أفضل شيء هو الوقاية، تظبيط السكر، تظبيط الكوليسترول، تظبيط الضغط، منع التدخين، وده أهم حاجة تقريبا، ده يقلل احتماليات الحدوث الأمراض الشرايين التاجية. وعند حدوث اي اعراض الام في الصدر مع المجهود، يفضل انك تستشير الطبيب على طول، طبيب القلب، علشان خاطر نستبعد او نشخص امراض الشرايين التاجية، وبناء عليه يتم تحديد طرق العلاج المختلفة، سواء العلاج الدوائي او التدخل بالقسطرة او التدخل بالجراحة.